يعني أشوف الناس تابعنا الكرام متابعي المصري يوم، اهلا بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه دمياط. معاكم في تغطيه جديده تيسير حسن. النهارده معانا رشاد والد عبده راح ناحيه حريق ورشه دهانات هنا في الشعرة التابعه لمحافظه دمياط. يعني والده طبعا في حاله صعبه زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، ربنا يصبره. طبعا والده هيقول لنا تصريحات جديده وهيقول لنا كل اللي حصل مع عبده. اهلا بحضرتك، اهلا بك. البقاء لله، ربنا يصبرك يا رب. امين. انت قلت لي ان انت شغلت عبده عشان مش عشان فلوس ولا عشان حاجه، يعني هو كان شغال في ورشه مش بتاعتك. هو انا جبت وقفته في ورشه عند ناس محترمه، كنت انا شغال فيها الورشه ديت، مش مشغل عشان فلوس ولا حاجه، انا مشغل وخايف عليه من السوق، من اصحاب السوق. هو اساسا طالب بيخلص الدروس بتاعته وبيجي يقف شويه في الورشه بتاعته، مش واقفه عشان فلوس ولا حاجه، انا موقفه عشان ايه؟ عشان يتعلم صنعه ويطلع واد جدع ويطلع واد راجل، حاجه تنفعه للايام ويبعد عن ولاد السوق. امال مش علشان حاجه، ده كان هو ضمايا وحبيبه وقلبه وحياته وعمره، ده اخد راحه وهو ماشي. والله العظيم والله العظيم في روعه عندي جامد قوي 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 قوي، وربنا اللي يعلم بالواحد، وانا مش عايز حاجه من حد، انا بقول يا رب، وربنا جابه لي واخده، وانا مؤمن بالكلام ده، والحمد لله على كل شيء. ربنا يجيبها لي اي حاجه، ربنا يجيبها لي انا راضي بيها. والله العظيم ربنا يصبرك يا رب. انا عارفه طبعا الموقف صعب وعبده كان محبوب من كل الناس، عبده كان يمشي ينقل في طوب الارض، يحب يقعد يمشي يلاقي الناس. كان ابن موت، كان انا كنت بخاف على الناس، كانت الناس بتحسدني على كلامه وبتحسدني على ابني عبده، الناس بتحسدني عليه من كلامه، من كلامه ليا ومن الناس، كنت بخاف عليه والله العظيم. ليه؟ كان عبده جدع وشاطر، وكنت اتمنى اللي عامل كل حاجه حلوه في الدنيا، كنت عايز احسن انسان في العالم، كنت نفسي اشوفه عريس، وفعلا شفت عريس عبده. ما كنت بدفن، ما كنتش بدفن، انا كنت بزف باصحابه وبحبايبه ودنيتي. حكم البلد ديت حكم ثلاث ارباعها ناس غلابه ما همش عارفين حاجه، صدقيني كلهم صناعيه. الشعرة كانت بلد الاساس وبلد النابوليا، بس الدنيا خربت خربت والدنيا عادت. كلمني عن يوم الحادثه، عرفت ازاي الخبر؟ عرفت ازاي اللي عبده كان في الورشه، ولا هو اصلا كان نازل لشغله طبيعي؟ هو نازل لفطر ونازل لشغله طبيعي. المهم جت ابص بعد الفطار، طلعت هو كان قبل الفطار معايا، كنت بجيب له طقم العيد، جبت له طقم العيد، كان بيودعني في شارع وزير، رحت جبت له من هناك وقعد ينقر فيها طول ما انا ماشي ورايح وجاي، قعد ينقرني زي اللي يكون كان بيودعني، وكنت انا عندي شغل في دمياط. كان عايز يجيب لك برضه هدوء، انا سمعت لك كان عايز يجيب لك قميص. كان عايز يجيب لك قميص زي بتاعه. والله بابا انا حجزت لك قميص ب 650 جنيه. قلت له يا حبيبي انت تلبس، انا لبست بالظبط، انا مش عايز حاجه يا عبد، اما انت تتغندر انا اتغندر، مش عايز حاجه. قام قاعد يبوس فيه ويمسك امه واحضن فيها ويبوسها زي اللي يكون كان بيودعها. الكلام ده قبل ما قبل الحادثه، صدقني نفس اليوم قبل الحادثه مفيش. مش عارف انا مش عارف قبل الفطار بعد الفطار على طول على طول. لما اجى الخبر قالوا لي في ورشه عبده ولعت، جت جاري جت عبده فين؟ قالوا لي عبده ما هوش هنا، عبده لسه خارج اهو. يا جدعان في ايه؟ مشيت، وكل ما امشي حاجه ترجعني اقول لهم عبده فين؟ عبده جوه؟ لا عبده مشي، عبده احنا شايفينه بره. اتاري لي قلب امه كان مزنوق جوه متسبك كده اهو، مطلعينه. ربنا ما يوريها لحد ويحمي شباب مصر، ربنا يحميهم، ربنا يحميهم، وكل واحد عمل خير هيقعد له وحقه عند ربنا. انا مش عايز حاجه من الدنيا ولا عايز حاجه من حد، الحته اللي ليا القلب الطيب والحته الجميله راحت راحت. انا حاسس ان انا بحلم او حاسس ان انا في الزهود. عبده اول فرحتك؟ اول فرحتي ده، ماليش اللي هو على البنات،
معايا بنتين جنة وحبيبة حلوين، بس كان عبد ده كان شاردني أو 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 كان صاحب، ما كانش بقول له يا بابا، ما كانش بقول له يا بابا، كان صاحب كان بقول له يا أبو عبده. واللي كان يقابلنا مثلا حد أصحابه قاعدين معايا يقوم جاي لي أبو عبده أبو عبده، يقول له من ده؟ يقول له ده أخويا. أقول له ده أخويا وأبويا. بص هو ده عمري، دي سنة اللي كان في الدنيا، بس ربنا أخده ما يغلاش عليه، هو اداهوني واخده مني. احنا ما فيش اعتراض في الكلام ده. ربنا يسر بارك. امال بقى المشكله يعني قعدوا يستنوا المطافي. انا رحت والله لحكومه محافظه دمياط، انا بصراحه يعني المطافي اجت بعد ساعه وربع، اجت بعد ساعه وربع بعد ايه؟ بعد ما الدنيا خربت. طب ما تجيبوا لنا هنا، ما تجيبوا لنا هنا مطافي. المباحث اجت ووقفت. شفت انت وقت الحريق شفت عبده يعني كانت اصاباته خطيره كلها حريق ولا كان اختناق؟ عبده كان مش منور يعني اتخنق، بس عبده كان وشه منور بدر وكان بيتحتلي وانا داخل له المشرحه، وسلم بابراهيم ربنا يبارك له، واحمد بموسى. كان عبده كان نفسه يطلع ايه؟ عبده كان نفسه يطلع حاجه، كان نفسه يطلع مهندس. هو كان غاوي، وقلت له لو هصرف دم قلبي عليك يا عبده هعمل لك الحلو كله يا عبده، بس كان غاوي العلام. عبده كان غاوي والله. بابا ليه؟ انا هشتغل جنب ايه؟ قلت له لا انا مش عايزك. قال لي لا انا وقفته ليه؟ عشان السوق الشاره غير اي بلد. انا برضو يعني ربنا يصبرك، انا عارفه اللي هو صعب، وعبده ابنك الكبير واول فرحتك. الحمد لله، انا ندعي له كلنا بالرحمه، ربنا يصبر قلبك يا رب. الحمد لله، انا حاسس ان انا بحلم. لكن عبده ما ماتش، عبده كان عريس والله العظيم كان عريس. حاسس ان انا في حلم ولا علم مش عارف، والله العظيم حاسس. والحمد لله الحمد لله. راجل استرجي شغال باليوميه. شغال باليوميه وعلى الله، وساكن ب 1000 جنيه في الايجار في الشهر. ولا انا عايز حاجه من الدنيا ولا عايز حاجه. كان هو كل حاجه، كان هو ده عمري وحياتي. مره طلب مني حاجه ما فيش معايا جبال، ورحت بعت المكنه. بيقول لي انت بعت انت هتبيع المكنه؟ قلت له لا ده انا عليا دين عايز اسده. قال له طيب حاجتنا بابا تفك علينا عشان تجيب له الطاقه، عشان اجيب له الطاقه. كان عايز حاجات كده طلبها مني. وقمت جاي قلت له ماشي يا عبد. قال لي انت هتبيع المكنه عشان؟ قلت له لا والله انا عليا دين عبده وعايز اسده. وانا انت عارف ان ابوك مش هيروح يقول لحد الدين حاجه، ولا انا عايزين حاجه من حد. حاجتنا يا عبده. قال لي قام ردد عليا قال لي حاجتنا تفك علينا وربنا هيعوض علينا باللي احسن منه. قلت له ماشي يا حبيبي. قال له اوعى تكون بايعها عشان انت هتجيب لي الحاجه دي. قلت له لا والله العظيم. فعلا بعت المكنه، قمت مدي الحاجه لام الفلوس وقلت له روح هات له اللي انت عايزه. ربنا يصبرك يا رب. انا عارفه اللي هو صعب طبعا، والحادث كان قليل. الحمد لله كل دمياط بتدعي لعبده لان روحه كانت حلوه وكل الاهالي. محدش وقف معايا من اهلي، اللي وقف معايا الغرب حبايبي واصحابي ودنيتي. احنا انا عمري ما زعلت حد ولا ظلمت حد ولا جت على حد. ربنا حبب فينا خله. عبده كان محبوب زي ابوه، ولا ليا محضر تحري ولا ليا علاقات مع حد. ربنا يصبرك. الحمد لله. انا عارفه ان انت لسه مصدوم يعني، ربنا يصبرك. انا من 2008 وانا ساكن بالايجار بقالي 16 سنه، وكنت راضي وبأقل حاجة أنا عايش وراضي بها. أني أقل حاجة عايش بها وراضي يعني اللي يجيبه ربنا. كان عبده بالدنيا كلها بالنسبة لي. عبده ده كان عبده روحي روحي وسندي وعمري في الدنيا. عبده دي الوردة كلها. ده أنا عايز أجيب لك يا أستاذة الصور بتاعته أقراها لك. كان عبده بيحب الصور، هبقى أوريها لك. أنا شايفة اللي هو ودع دمياط كلها قبل ما يمشي. ودع دمياط وراح للحبايب وكان عايز يروح لامي، وكان دايما يجيب سيره نانتو يقول لها بابا نانتي نانتي واكل نانتو وحشني. بقول له هنجيب كحك البسكوت يا عبوده. قال له هو هيبقى في لسه طعم زي بتاع نانتي كحك البسكوت. قلت له ولا لولاد خالتك اخذوا الله؟ قال لي لا من بعد نانتي خلاص.
وام اصلا وهي بتموت بقى لها سنتين، ماتت بقى لها سنتين، وام قبل ما تموت كانت عايزه عبده تشوفه. ساعه ما عبده رجع مسكت ايده سر الاله طلع، كانت روح الله لك، كانت روح. انا بدعي لك بالصبر، ربنا يصبر قلبك، ربنا يبارك لك جدا، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. تبين كروم تبين مصريون، يعني طبعا حاله ربنا يبارك عم رشاد والد عبده هو حاله انهيار ولسه مش مستعد. وانا بشكر حكومه دمياط وبشكر مباحث دمياط، احنا بنشكرك يا عم رشاد، ربنا يصبرك يا رب. وبشكر سالم ببراهيم حضراتكم ولا اللقاء في الشيء الجديد ان شاء الله، مصريون وبشكر كل راجل جدع.